كمهندس او معلومات المفروض انه في بيانات في طريقه هذه البيانات صارت تستطيع ان تضيع هو يبدي الجهاز مفتوح هو حاجه يشوف ايش في بيانات موجوده داخل الرام ايش البيانات موجوده في الاسبوع اللي فات ايش اخر ملفات تم طباعتها عشان تجمع المعلومات في بيانات تصمم تنتقل الجهاز بدل ما تستطيع ان تضيع ففي بيانات قابله للضياع بشكل سريع يعني بيانات موجوده داخل الاستري وبيانات موجوده داخل الاسبوع اللي فات ما تكون في بروجين هنا تختار بيانات تقدر تشوف ايش كانت اخر بيانات تم تعديل او اخر بيانات تم الاطلاع عليها بشكل مرتب في حاجه اسمها في اختبارات اذا في مكان معين تم تشغيل بيانات اخرى تغيير الرفاه اسمها سلاك بايس كمان طبعا في الاعداد التقليديه في اللود فايل تبع الجهاز تبعك في فما تشغيل أو تعتبر مليات معينة من طبعات لود فايل مثلا الجهاز هذا برنامج مثلا تتم تشغيله في مرة ايش نوع الخطأ اللي لقى الساعة كام والوقت والتقنية واليوزر نيم والأكتر نعم تفصيل إلى عن آخر حركات وآخر آخر عملية تم داخل الجهاز هذا كيف يعني في الجهاز هذا تخرج قرارها والمشكلة هي تخرج قرارها والمشكلة اللي صارت هذا صار نفس الشيء هذا يتطلب على التنظيم العملية تطلب تنظيم عملية كيف نعمل التصرفات عشان عشان كذا نتكلم على أساس تكون هذه مرقة مطابقة لهذا القانون على أساس العمل كان عمل في الدرس وهذه الإحصائيات العامة ما زالت كثير من العمليات كبير من في عام 2013 المبلغ اللي عبارة عن عملية التكنيك اللي صار لي الفيديوز شوف تارجت بوينت بروسيس النقاط نقاط البيع المباشر الدولار في أكثر من 40 مليون شيرونز تعرضت لعملية اختراق يعني أكثر من 40 مليون نقطة ولا بين هي بين صار بين شفت الناس اللي بيعوا بالله هذا بال تكسر إشكاليات من التقييم من داخل السايبر أتاكرز اللي أقصد الأتاكرز هم الآن كوستلي داينامكس سيرفر ريتسر يعني النوم الناس اللي بيدانش بيشتري بوكش بيشتري أكثر الناس اللي كنت على الأشخاص اللي هم داخل الشركة اللي هم داخل أكثر الدرس طبعا الدرس يتكلم عن نقاط عامة في هذا الكتاب الإشمال بشكل عام